طيب منتخبنا زي ما حضراتكم عارفين امام مهمه قويه جدا بكره باذن الله في مواجهه الكاميرون. بنتكلم في نصف نهائي الكان. الاهلي برضه عنده يعني ضربه البدايه في مونديال الانديه يوم السبت امام مونتيري المكسيكي. دي ملفات مهمه جدا ويمكن حديث الساعه والصحف كمان مختلفه سواء محليا او عالميا. خلينا نتكلم عن كل ده وعن الرؤيه الفنيه كمان للمباراتين مع كابتن فتحي نصير مدرب منتخب مصر السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والافريقي وصاحب ايضا الخبرات المتعدده والتاريخ الكبير. يعني اقول ايه تاني؟ صباح الخير. صباح الخير. منورنا والله يا كابتن. لا انت المنوره وكريم منور وسيتي بس النادي الاهلي كمان. انا قلت النادي منتخب مصر. ما انا كنت هكمل بقى بس لقيت الموضوع هيطول قوي. هيطول يلا. لا منورنا كالعاده كابتن فتحي. بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا وخصوصا بقى لما يكون عندنا ملفات مهمه زي اللي احنا بنتكلم او هنتكلم مع حضرتك فيهم النهارده. استاذنك نبتدي بلقاء الغد ان شاء الله مصر والكاميرون. توقعاتك، تخوفاتك، شايف الموضوع هيمشي ازاي؟ لا هي اولا المباراه النادي او المنتخب مصر بدأ ياخد الخط السليم له وبدأ التصاعد بتاعه من أول مباراة للتاني للتالت ثم وصلنا لساحل العاج ثم وصلنا المغرب وإحنا صاعدين. فالمنحنى صاعد مش نازل، كيرف صاعد، طالعين الهرم إحنا دلوقتي. شايف إن الفرقة بدأت دلوقتي تتماسك، بقوا متفاهمين، بدأ كروش يوضع ايديه على الخطط اللي ممكن يقدر بيها اي فرقه قدامه بيلعب عليها على نقط القوه ونقط الضعف والامكانيات الفرق اللي قدامه بيحاول يلعبهم. فين استغل القوه يعني اوقفها، فين الضعف ان انا استغله على اساس ان انا اوصل. انا شايف ان شاء الله باذن الله الطموح كله لنا والجماهير واللعيبه حست بنبض الشارع دلوقتي، فأكيد إن هم عارفين إزاي هتقابلوا مع الكاميرون. الكاميرون طبعاً الهيستوري أو التاريخ طويل معاهم، لكن هنلاقي الكفة لصالح مصر، يعني النتائج كلها لصالح مصر سواء بعدد المباريات اللي احنا فزناها أو بعدد الأهداف اللي احنا سجلناها. لكن الواقع دلوقتي مباراة بكرة لا تعترف بالتاريخ، لأن التاريخ مش هو اللي بيلعب طبعا. اللي بيلعب اللعيبه طبعا. التاريخ يدينا قوه، يدينا اطمئنان. لا والتاريخ تضمن ظروف مختلفه ومدراء فنيين مختلفين بتكنيك مختلف وشخصيه كانت دايما حاضره، مش زي النسخه دي قعدنا فتره بندور على هويتنا بالزبط. في الملعب. فاحنا فالتاريخ ده لما نقول الناس بتقول التاريخ الماضي قوي، الماضي كويس كل حاجه، بس احنا النهارده المباراه مش هتعترف بتاريخك طبعا. ان انت كسبت كام بطوله وكسبتهم قد ايه، لان في اللاعبين مختلفين والمدربين مختلفين والاجواء مختلفه طبعا. والظروف للمباريات مختلفه والاصابات اللي عندنا موجوده صحيح. يعني حاجه غريبه هذا في 2022 الاصابات اللي جت على منتخب مصر لاول مره في تاريخ منتخب مصر يحصل له اللي بيحصل له ده. يعني كان عندنا حارس واحد هو اللي كمل البطوله كلها صح. لكن دلوقتي انت يعني داوبتي ثلاث حراس كويس ان احنا معانا اربعه يعني اصلا في يعني في قائمتنا، فدي حاجه كويسه برضو. ما كانش حد عارف ان ده هيبقى في الحسبان ولا لا. طب كابتن نصير عايز اروح مع حضرتك لقيته تصريحاته الغريبه شويه. وفي الاول يقول لك انت او احنا داخلين حرب، وفكره هنا انتقاد البعض ليه وفكره ان هم بيتقال عنه، يعني هو دي مش تصريحات او هو لسه مش عارف يفرق ما بين كونه كلاعب وكونه كمسؤول، في لسه لبس ما بين ده وده، رايك ايه؟ هو طبعا هو متحمس وقوانا اعرفه يعني معرفه شخصيه فعلا. طبعا التقيت بيه لان هو كان بيلعب مع الكاميرون وكنت في بطولات افريقيا، انا كنت منسق في جيرا كوردينيتور اربع بطولات مع الكاميرون، انا 10 لكن هم اربعه مع ايتو تمام. فايتو انا يعني اعرفه يعني. طب احكي لنا عن شخصيته كلاعب ودلوقتي كمسؤول والفرق. شخصيته مؤدب جدا وخجول جدا وودود وتحس ان ما عندوش دي، بس هو الحماس اللي عنده هو بيشجع لعيبته. بس هو قال المباراه دي ما قالش على منتخب مصر. لا هو كان ما هو مباراه هيلاعب مين؟ ما هو هيلاعب منتخب مصر. اللي اتقال لا الكلام اللي اتقال انه هو قال التصريح ده في غرفة ملابس اللعيبة بعد آخر لقاء ليهم بس احنا وما كانش لسه ماتش مصر يعني والمغرب اتلعب، فالكلام في المطلق. وبعدين هو إلى حد كبير
من المنطقي ان هو يحمس اللعيبه بتاعته بحكم ان هو لعيب تاريخي ورئيس اتحاد. ما هو الاسلوب ده عشان هو اول مره يتولى ان هو يبقى رئيس اتحاد، فالخبره الاداريه مش موجوده. هو عنده خبره، هو ده اللي بقوله بالظبط. هو عنده خبره كلاعب، خبره كنجم، لكن خبره الاداره وخبره القياسه وان يكون عنده فيجن وعنده رؤيه وعنده كلام زي كده، الكلام ده كله ما كانش يعني ما جنبوش التوفيق ان هو يقول الكلام ده. هو اتحمس هو اكتر من مش العادي ان اي رئيس اتحاد هيبقى بيتوجه بنفس مضمون الكلام، يمكن مع استخدام مفردات مختلفه، بس طبيعي ان هو يحمس لعيبه البلد. ما هو يحمسهم بس ما لهمش الالفاظ مش دي مش حرب يعني. يعني ينتقي الالفاظ اللي يعني احنا هنلعب المباراه قويه، المباراه على ملعبنا، لابد ان احنا الكاس عندنا، الكاس ما يطلعش مننا، الحاجات دي كده. ما هم كسبوا بطولات قبل كده يعني كسبوا التولي مسؤوليه منصب ما برضو بتخلي الواحد لازم يبقى متحفظ في كلامه. ايوه هي دي بقى اللي هي فايته. حتى تشوف طريق كامل يعني البودي لانجوج بتاعه وجسمه وهو عمال بيتحرك وبيشاور بايديه وهو كده، ده يعني الرئيس بيتكلم هادي بيتكلم، لكن ما بيخشش بالاندفاعات اللي هو كده. صحيح. هو يمكن اللي ممكن نربطها يعني انا متفهمه وجهه نظر كريم، اللي ممكن نربطه شويه او نفهمه من كلامه هو قصه ان دي اول مباراه حقيقيه هيلعبها الكاميرون، يعني يمكن علشان كده احنا شفنا وقلنا الكلام ده قبل كده، اتلعب مباريات سهله قبل كده مش من العشرة الاوائل بنتكلم برضو في البطوله. فسواء هو كان المغرب او مصر حتى لو كان تصريح سابق، الاثنين من الفرق او المنتخبات القويه طبعًا فعشان كده كان ربما هو طبعًا بيقول ان هي بمثابه حرب يعني. لكن تمام. احنا مش عايزين ناخدها بالصوره دي. لكن هذه البطوله زي ما بقول انها من البطولات اللي ممكن التاريخ هيكتب عليها للي بيحصل فرق، سواء من الكورونا سواء من هي هي البطوله دي لن تنسى. والبطوله دي محتاجه محاسبه، يمكن كريم قلنا الكلام ده قبل كده، لازم يكون في محاسبه بعد كده يعني تابعه او تاليه لهذه المسابقه، ولا حضرتك شايف الموضوع هيعدي وخلاص بما تحمله كانت من مساوئ؟ أكيد بصراحه اكيد في لوائح هتتغير وفي نظم هتتغير لان تعالج مثل هذه المواقف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حته ان احنا نكتب مثلا ناخد اربع حراس او ثلاثه، لغايه سنه 2002 كان كاس العالم 2002 اللي اتعمل في كوريا واليابان كان بيسجلوا بياخدوا 22 لاعب في كاس العالم منهم اثنين حراس بس. ولازم يكتب اثنين حراس، يكتب ده حارس ده حارس. اما حصلت اصابه لحارس الارجنتين والتاني اتطرد فما بقاش عندهم حارس. فطبعا الاتحاد الدولي اياميها فكر ازاي يعالج المشكله دي، ما هو يعني مش ممكن فرقه تلعب بدون حارس، ما يحصلش زي ما الكاميرون لعبت كده. اجاز لهم انهم يغيروا لعيب من اللي ما لعبوش ويحطوا حارس تاني. فبعد كده تدارك دي في 2002 ان هو عمل ايه؟ راح جاي قال ان 23 لاعب، 20 لاعب وثلاثه حراس، ولازم تكتب الثلاثه حراس. فدي حصلت لنا يعني احنا دلوقتي عندنا، نفترض ان كاتبين الثلاثه حراس يبقى صبحي هو كان الحارس الثالث. فاذا دي بتحصل من التجارب وكده، فجت لنا ما كانتش موجوده قبل كده فتغيرت. ايوه بس دي حاجات اساسيه، انا بتكلم عن حاجات تانية ليها علاقه بالتنظيم مش بالفنيات. التنظيم يا كابتن نصير يعني النقطه اللي انا وكريم بقالنا بنهاتي فيها كتير واكيد العديد من الزملاء، هي قصه التنظيم اصلا للبطوله من قبل الكاميرون حتى وان لم تكن على استعداد كافي لا تليق ابدا بقاره افريقيا. احنا بنتكلم من اي تو زي بقى، مش بنقول مثلا في بعض عشان المشاكل. بنقارن 2019 في مصر اتعملت ازاي طبعا، ثم جينا في الكاميرون في المفروض 21 بس هي بتعملها دلوقتي تم تأجيلها. فطبعا الحاجات دي طبعا في ظواهر كتير. ناقص حاجه كمان يعني اقول لحضرتك حاجه في التنظيم، الخبرات الاداريه الموجوده في الكاف دلوقتي مش موجوده. ليه؟ لان احمد اللي كان رئيس اتحاد قبل كده فرغ الكاف من كل الكفاءات، كفاءات الفنيه، كفاءات اداريه، الخبرات دي كلها طلعت بره. فاللي هم موجودين ما عندهمش امكانيات انهم يعني المواقف اللي بتحصل دي ممكن تتحل بسهوله. اوكي هم محلو يعني مشكله الثمانيه اللي ماتوا والاصابات دي، ما هو دي مشكله سببها هم. كانت حاجه محزنه جدا بصراحه من الجماهير يموت ثمانيه. تيجي الموريتانيا يضرب السلام الوطني غلط مش بتاعهم. طيب ما هو دي بقى كل دي اخطاء، دي امور مالهاش علاقه بقله الامكانيات، ليها علاقه بالغياب. لو تنظيم في مدرسه كانت اتعملت ده لو انا نظمت كنت كنا بنتكلم من شويه انا والهوند على اساعه الاستشفاء في لحظات معينه كده يعني لعبتنا اتلقطت لهم لقطه معينه.
حضرتك جايبين كان السورية كان السورية عارف عارف القصة بتاع اللبن بتاع زمان؟ لا هو مش بتاع لبن بقى يعني بتاع المخللات وال هو ظهر عظيم ان هو كازارولا ضخمة واللعيبة يقعدوا يستشفوا جواه يعني دي بقى مش قلة إمكانيات ما هي دي مش قلة دي قلة ذوق اللي بتحصل دي يعني هي كمان مش موضوع على إمكانيات هي طبعا الخبرات قليلة مش الخبرات من ناحية الكاف الناحية من ناحية الاتحاد الأفريقي ومن ناحية الكاميرون كمان الخبرات دي هي اللي خلتهم وصلتهم ان انت تشوف المناظر دي المناظر دي ما كنتش تشوفها قبل كده كان ممكن تتبادل عليهم انهم يعملوا مثلا زي حمامات السباحه اللي هي البلاستيك الكبيره دي يملوها ويجيبوها تلج يبقى في أيوة منظر حضاري شويه في نقطه يا كابتن نصير هو برضو لو احنا هنتكلم بشفافيه هو الكاف مش هيحاسب يعني الكاف عنده يعني هو في لجنه منظمه هي اللي بتعمل ده الكاف ماله الكاف يحاسب بقى في الاخر ممكن بس مش هو اللي هيعمل لي ده يعني اللجنه المنظمه هي اللي بتتصرف ما هو الكاف ليه كان لازم بيشرف بيسال فين الحاجات اللي هتتعمل دي يعني كمتابعه بحاجه بتقصد مش يعني. هو اصلا لازم لما بيجي بيعمل دراسه اي فرقه هتنظم او اي بلد هتنظم بيجي يقول لهم كل التفاصيل الصغيره دي بيقول لهم الملاعب شكلها ايه ملاعب التدريب ايه طب في محاسبه إيه؟ بقى من قبله بعد كده ولا لا محاسبة هتعملها ايه يمكن تمنع الكاميرون ان هي تستضيف اي بطوله تاني بقى مثلا بقى في غرامات مثلا ما اعرفش لا غرامات لا صعب انها تستضيف تاني على الاقل يبقى في تعديل ما يؤكد هو على ان يبقى في حد ادنى مرتفع من الجوده في التنظيم بالظبط انا اقول ايه بنقول ان احنا دلوقتي اللجنه اللي هي راحت تشرف وتفتش على امكانيات الكاميرون في تنظيم هذه البطوله هي اللي كانت تقول الكلام ده كانت تسالهم الفرقه دي فين الاستشفاء مفيش هيجيب لهم دولت يقول لهم لا ما ينفعش يبقى لازم تعملوا كذا يعني اذا انا بقول ان مش المفروض الكاميرون ما يعرفش خبراتهم قليله يبقى الخبرات الاعلى يبقى معلش برضه ده مش مبرر ان انا ما اكون ما اعرفش انا لازم اجيب لجنه على مستوى يعني انا لازم على كل على كل الاحوال طيب مش هنختلف اللي كان واللي حصل حصل واحنا في وسط المعمعه هل في يعني في رؤيه حضرتك للي جاي وطبقا للتعديل التكتيكي اللي شفناه حصل في اخر لقاءين بصفه خاصه ما بين مصر والمغرب ومصر وكوت ديفوار مما انبأ ان كيروش ابتدى مؤخرا يستجيب لنداءات الناس كلها الحقيقه بالزبط. وتعديل طريقه تعامله مع الملف عموما رجع للعقل في ضوء اللي حصل ده الكام يوم اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات هل حضرتك مطمن على اللي جاي ولا شايف ان اللي جاي خلاص احنا جربنا ماتشين المباراتين يعني مباراه ساحل عاج ومباراه المغرب ادتنا مؤشر ان هو بيفكر ازاي والفرقه ماشيه ازاي فدي تطمنا على مباراه الكاميرون رغم ان هي المباراه مش هي اولا مباراه هتبقى خططيه 100% بالمناسبه انا لما بقول لحضرتك مطمن على اللي جاي انا اللي جاي ما اقصدش بيه بس لقاء مصر والكاميرون بكره انا بتكلم حتى فيما يتعلق بتصفيات كاس العالم يعني بكلمك اللي جاي عموما قصه ثانيه يعني كاس العالم هل الشفت اللي حصل من كيروش فعلا وقولا حتى في تصريحاته اللي ابتدت نبرتها تختلف كل حاجه اتغيرت فيه ودي حاجه كويسه احنا كل حاجه اتغيرت فيه يعني اتغيرت في اسلوب كلامه وفي تصريحاته في أدائه في الملعب في تنفيذ اللاعبين في اختيار اللاعبين في توظيف اللاعبين في اختيار الطرق اللي بيلعب أيوة بيها جوه كل ده اتغيرت فيه وده مطمئن يعني يعني الحمد لله ان شاء الله يطمننا بس هذه المباراه خططيه 100% تمام ندعو الله ان اللعيبه تنفذ الاسلوب الخططي او الطريقه اللي هو هيقدر يختارها كيروش انه يلعب بها المباراه مين فيهم التوفيق وبعدين المباراة دي الكبيرة اللي زي كده التفاصيل الصغيرة هي اللي هتفرق مش الحاجات اللي حاجة كبيرة وكده التفاصيل بينهم بين الفرقتين هينزلوا متواجدين الاثنين كل طبعاً. واحد متحفظ يعني بقدر الإمكان إن احنا وبعدين ما نخافش منهم الكاميرون لعبت ضد حارس مرمى مدافع جاب الجونين يعني مش عايزين نقول ده جابوا 11 جول كابتن مصير ثواني بس لان معانا خبر عاجل احنا كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم في الفقره يعني الاولى وكنا بنقول عن سلبيه مسحه كافه اللاعبين لكن للاسف الشديد في خبر عاجل دلوقتي حالا وصل لنا وهي ايجابيه مسحه موسيماني فللاسف الشديد في ايجابيه لمسحه موسيماني وده اخر حاجه دلوقتي متداوله يعني من الاخبار الخاصه بينا فبرضه لو شوف خبر زي ده يبقى اذا لما بقول لحضرتك ان الحاجات بتتغير اللوائح بتتغير والنظم بتتغير بناء على الواقع لان زمان ما كانش في كورونا والمستجدات المفاجاه والمستجدات دي فلازم يبقى لها حل طبعا يعني يقولوا مثلا
لو لعيبه جالها مثلا كورونا المفروض تحصل ايه، المفروض العدد اللعيبه ايه، المفروض التغيير يكون ايه، مدرب مثلا حصل له حاجه زي كده المفروض يحصل ايه، كل الحاجات دي. ما هي القايمه بتزيد، ولكن للاسف طب هنا قايمه المدربين هتزيد؟ لا المدربين مش هتزيد، ما ينفعش قايمه المدربين التعديلات تزيد. ينفع يبقى في تعديلات مؤقته نظرا لمرور العالم كله بظروف استثنائيه طبعاً. ويرجعوا تاني لو نفس قواعدهم القديمه في حال زوال المشكله؟ ممكن كل حاجه، لان دي انت دلوقتي لا بتتدخل في السياسه ولا بتتدخل في الاديان، ده مش قران. أيوة انت مش أيوة. هتغير القران، مش انجيل بيتغيره، مش هنغير في الحاجات دي ولا بنغير في السياسه، بس لازم نواكب مستجدات طبيه خطيره. دي كلها حاجات اللي عملها بني ادمين، يعني اللي عمل اللوائح دي كلها بشر طبعا، فالبشر يغيروا بما يشوفوه في الواقع اللي احنا فيه. بس بقى تعالى بقى على الواقع، يعني ايه كم الاصابات يعني لسه كنا بنطمن على المنتخب الصبح وقلنا الحمد لله ما فيش اي حاجه، وبرغم التداول الاشاعات اللي حصلت ان محمد صلاح عنده يعني ايجابيه مسحته وقلنا الكلام ده عار تماما من الصحه. طيب دلوقتي بنروح للاهلي وموسيماني، ومش بس يعني الموضوع متوقف عند هنا، الله اعلم اللي جاي ازاي. رغم التحفظ وهم كلهم متحفظين وعارفين وداخلين، والدكتور احمد ابو عبلة عارف يعني ايه اللعيبه دي وايه الاداره، والماسك لازم يكون محطوط والكلام زي كده، بس هتجيله منين؟ يعني هو جاله ده منين اللي هو الكورونا دي؟ ما بتعرفش بتخش من الباب ولا من الشباك ولا بتخش من، ما تفهميش. ايوه الكوفيد يعني طبعا يعني اللي جهت للمسلمين هو ما يعرفش جاله منين رغم انه هو متحفظ فيعني وفي ناس سايبه نفسها جدا ما بيجيلهاش او في ناس لكن هو متحفظ وكده الظروف، واحنا بنقول يعني. طب انعكاسات الخبر ده اصلا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه مش ناقصه، ما اللعيبه اصلا ما فيش لعيبه كاملين يكونوا موجود، يجي كمان المدرب اللي هو هيقود الفرقه. يعني البطوله السنه دي او السنه دي ما اعرفش في كاس العالم يعني ايه اللي بيحصل فيها، لا مبسوط لنا في النسخه دي بالذات اللي حصل فيها فعلا استثناء، لا يعني اللاعبين وبعدين بلاش الكورونا، انت عندك المنتخب ودي حاجه طبعا شرف لنا كنادي اهلي انك تبعت كل اللعيبه دي لمنتخب مصر، بس انها تيجي في نفس التوقيت حاجات كلها. وواحد كان قبل كده يقول لك ايه، لا وراح تلعب كاس عالم للانديه. ايوه انت مش هتلعب بطوله عندك ناشئين في الفريق، ده بطوله عالميه بناشئين يعني من عندك برضه. يعني ما كل الحاجات دي كلها عوامل غريبه جدا، صح؟ انت كلها بتتجمع في بطوله واحده، صح؟ بتتجمع مع نادي واحد، صح؟ وانت النادي الوحيد اللي فيه الاصابات دي، لو شوف الانديه اللي بيلعبوا. هل النادي الاهلي بثقله وبحقيقيه ومنطقيه جمله الاهلي بمن حضر وتكرارها العشرات من المرات عبر التاريخ مع اختلاف الملابسات في كل مره، ممكن التشكيل ده يفاجئنا بان هم واقفين على رجليهم وعاملين اللي عليهم وزياده، ويفاجئونا بوصول لمراحل نهائيه من البطوله برغم كل الملابسات اللي احنا بنتكلم فيها؟ ورغم ده كله بقى في حاجه واحده هنا، الفايت سبيريت، الروح القتاليه، الروح القتاليه، الروح الاهلي هتيجي في اللعيبه دي، هتقدر انت تأدي. قد يجوز اللي بيحصل ده كله بيكون لك، لان انت دلوقتي حماس اللعيبه دي والزياده اللي عندهم والاندفاع، وكل واحد بيتمنى ان هو يلعب في كاس عالم فلاقي نفسه بيلعب كاس عالم، وبعدين الفرقه اللي قدامك هتبص لك على انك انت ناشئين فهتبص لك يعني نظره دونيه لتحت، انت هتبص لا انا بلعب وبلعب كاس عالم وكده. قد يجوز الفايت سبيرت، وده اللي هيعمل الفايت سبيريت والروح القتاليه. هو عموما زي ما بيتقال كده مصائب قوم عند قوم، فوائد اللي حاصل ده قد يكون نقطه انطلاق قويه جدا لجيل كامل جات له فرصه على طبق من ذهب ان هو يقدم نفسه بقى للجماهير. بالظبط بالظبط، هي صحيح. بس طبعا هيقدر بس ما يلعبش ماتشات كتير، يعني ممكن ماتش اتنين ان انا ابقى متحمس قوي، لكن مع الجد بقى الفرق خلاص كل واحد هيعمل لها حساب، لكن في اول مباراه انا متفائل خير برضه في ماتش كاس العالم ده. يا رب يا كابتن نصر. لا انا متفائل يعني ان على كل حال هنتفائل بقى مع بعض وهنتكلم الاهلي هتعرفي وهتعرفي ان فتح نصير قال لكم صحيح يعني ايه الروح الفرقه دي لما هتلعب في الماتش الاولاني، هتشوفوا حاجة جديدة إن شاء الله يا رب خير. هنروح فاصل ونرجع نشوف بقى القصة دي بالتفصيل، فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم.
بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن فتحي نصير عن ما فين الاهم والابرز على الاقل الفتره الحاليه، منتخبنا ولقائه غدا ان شاء الله مع الكاميرون والنادي الاهلي ولقائه يوم السبت الجاي ان شاء الله. وبيتهيألي برضو محتاجين نقف شويه قدام اللقاء الاول للنادي الاهلي، اول جوله من جولاته واول لقاء ليه في النسخه دي من كاس العالم للانديه، وبيلاعب فريق قد يكون ما هوش الفريق الاشهر في بلده ولكنه على الاقل فريق بيتسم بطبيعه اللعب اللي بتلعب في المنطقه دي من العالم. كره طبعًا. قدم سريعه ومهاراته اقرب ما يمكن للعب الحواري بتاع زمان. يعني المكسيك برضو فرقه من الفرق الكبيره ومن الدول الكبيره في كره القدم، يعني اسم ما نقدرش نقول عليها انها فرقه قليله، لكن الظروف زي كنا بنتكلم قبل كده، يعني حسه موسيماني دي صعبه جدا، صعبه لفرقه، وبعدين ضربه مش وقتها يعني، بس ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هو يعني بتتخطط ازاي وبتتعامل ازاي. دي هتدي دوافع اكتر وهتطلع الطاقه المكنونه عند اللعيبه. في اللاعب بيبقى عنده لياقه بدنيه ولياقه ذهنيه ولياقه خططيه، كل الحاجات دي موجوده، بس بيبقى عنده ولياقته بيكملها وكل الكلام ده، عنده الروح القتاليه وكل الكلام ده، في عنده جواه بقى طاقه مخنونه دي ما بتطلعش وما بتتفجرش بره الا لما يحصل الصعاب اللي زي دي، زي موضوع بتاع موسيماني دي. موسيماني دي هتبقى تشوك يعني صعبه للفرقه وكده، لكن هو مش هيقدر ينزل الملعب ومش هيقدر يقود الفرقه طبعا، لكن يمكن مثلا وهو في الغرفه في العزل بتاعه هيحطه لوحده، يقدر بالتليفون بسكاب ممكن يكلم الفرقه، ممكن يكلم سامي مصمم موجود معاه، يقدر يشرح لهم، يقدر يعني يقدروا انهم الوضع ده مش يفرق كتير، لكن هيدي دوافع اكتر للعيبه وخصوصا اللعيبه اللي هم صغيرين. بس اصحاب الخبره ممكن يتفاعلوا اكتر مع خبر مفاجئ من النوع ده، لكن اللعيبه الصغيره اللي لسه بتقول يا هادي واللي هي اوريدي قد تكون مخضوضه الى حد ما، اكيد اكيد يعني اول ظهور ليها في كاس العالم للانديه يعني مش يعني ما لعبش دوري عام مصري، ما تخوفناش بقى اكتر من كده. لا لا انا يعني بقول ما لعبش دوري عام مصري، يلاقي نفسه في كاس العالم للانديه، يلاقي نفسه بيلعب بس دي فرصه عظيمه يعني بعض الفرص لا تاتي مرتين. لا لا صح يعني صح بجد طبعا. دي فرصه عظيمه لازم يستغلوها. دي بتبقى يعني يقول لك مكتوبه له يعني مكتوبه له انه هيلاقي نفسه بيلعب في كاس عالم بيمثل النادي الاهلي، بيمثل مصر، بيمثل افريقيا، هو النادي الاهلي ده مش بيمثل هل اللي حاصل الظروف العكسيه اللي حصلت معانا دي حاصل زيها لفرق منافسه برضه هتشارك في النسخه دي من ولا احنا منفردين ولا احنا بس مخصوص لنا في المشاركه بتاعتنا؟ لا هو المكسيك عنده ست لعيبه، الفريق المونتري ده هيجي له يوم الخميس اخر النهار، لان عندهم ماتشات بره، يعني اللعيبه دي اللي هي بتلعب مع منتخباتها هيرجعوا تاني للنادي بتاعهم، زي علي معلول رجع لنا، احنا رجعنا وديانج رجع، هم لسه فرقهم لسه ما ترجعش، بيلعبوا الاربع، عقبال ما يجي لهم بقى هيجي لهم بس السبت، هيبقى الجمعه بس ويلعب السبت، ففرق التوقيت ان هو في 8 ساعات من هنا وهنا، كل الحاجات دي قد مش هقول انها تبقى زينا، يعني بالنسبه لنا احنا هتؤثر على شكل ادائهم، يعني الفرقتين قريبين من بعض في الحته دي، لكن احنا هنبقى متميزين اكتر بجمهورنا. جمهور النادي الاهلي في الامارات ما شاء الله يعني اكنه بيلعب في استاد القاهره، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي هتكون قويه وهتكون دافع لنا. وبعدين احنا بقى ان شاء الله ربنا يسهل بكره لمنتخب مصر هيدي دوافع اكتر للنادي الاهلي اللي هيلعب السبت، وان شاء الله الحد يكون نهائي كاس افريقيا يكون برضو طيب منتخب مصر موجود فيه، فدي حاجه حتى يعني الله. الدوافع كلها هتكون متخلطه مع بعض، لكن لاول مره في تاريخ كره القدم المصريه والعالميه تتعمل بطولتين يشرف عليهم نفس الجهه اللي هو الاتحاد الدولي، صحيح انه يشرف على الفيفا، بيشرف على كاس العالم، وبعدين هو بيشرف طبعا الاتحاد الافريقي بيشرف هنا على افريقيا. انا استاذن حضرتك، انا اسفه والله، بس لا، لان هم عمالين يقولوا لنا عشان بس ما يقطعش احنا هنروح على طول دلوقتي نطير لابو ظبي وزميلنا العزيز امير هشام موجود دلوقتي وهيطلعنا بقى على الكواليس. امير يعني بنصبح عليك صباح الفل طبعا، ونقل لنا بقى الصوره عندك كده وطمنا، اتفضل يا امير.
صباح الفل عليك يا نهاوند وعلى كريم، وطبعا صباح الفل على الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني اليوم الثالث بالنسبه للنادي الاهلي هنا في ابو ظبي استعدادا لبدايه وانطلاق كاس العالم للانديه. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه البطوله رغم كل الظروف المعاكسه اللي بتواجه او اللي بيواجهها النادي الاهلي، واخرها طبعا اصابه مستر بيتسو موسيماني فيروس كورونا، وان المسحه بتاعته طلعت ايجابيه، فبالتالي يعني المصائب لا تاتي فرادى زي ما بيقولوا، يعني للاسف اصابات كتير وظروف صعبه جدا بيواجهها النادي الاهلي هنا في ابو ظبي. زي ما احنا عارفين بدايه من لاعبي الاهلي المتواجدين في المنتخب في مهمه وطنيه، يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق، مرورا ببعض الاصابات، واخيرا مستر بيتسو موسيماني ايجابي كورونا. ان شاء الله هتعمل له مسحه او اتعمل له اوريدي مسحه من حوالي ساعتين تحديدا، منتظرين نتيجتها باذن الله تتحول لسلبيه، ومن ثم ينضم لتدريبات النادي الاهلي او يشرف على تدريبات النادي الاهلي حسب نتيجه المسحه. فان شاء الله باذن الله ايا كانت الظروف لعيبه النادي الاهلي رجاله، الجهاز الفني بالكامل كله بيقوم بالعمل بتاعه على اكمل وجه، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي في صالح الفريق. نقطه مهمه جدا طبعا كنتوا بتتكلموا فيها مع الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، وهو فيما يتعلق بفريق مونتيري المكسيكي والغيابات اللي عنده. عايز اقول لكم ان هنا مفيش اي تفكير عند الجهاز الفني او اللعيبه بخصوص الغيابات. ممكن الجهاز الفني شويه بيحاول طبعا بما انه بيدرس فرقه مونتيري، فبيحاول يشوف نقاط القوه والضعف في حاله الغيابات دي، ان هي مش هتشارك 11 من 9 ل 11 لاعب تقريبا مش هيكونوا متواجدين في مع مونتيري بنسبه كبيره، لكن من الممكن جدا ان هم يشاركوا بالمناسبه. لكن ده امر مش بيشغل بال اللعيبه اللي مركزه بشكل كبير قوي في ان هم باذن الله يقدروا يحققوا الفوز والانتصار في اول مباراه، رغم كل الظروف اللي بيدركها كويس جدا جدا جمهور النادي الاهلي واللي عارفها واللي متابعها لحظه بلحظه طبعا كل جماهير النادي الاهلي. لكن دايما طموح الاهلي يعني لابعد الحدود ايا كانت ايه العقبات اللي بتواجهك، بتحاول تتغلب عليها وبتحاول ان انت تتخطى هذه العقبات عشان تقدر تفرح جماهير النادي الاهلي وعشان تسطر بالنسبه لك تاريخ كالعاده. الميزه النهارده في كاس العالم او في النسخه دي في كاس العالم تحديدا ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده معظمهم، وانا بقول معظمهم لان عندنا بعض الشباب الموجودين من قطاع الناشئين اللي شاركوا مؤخرا في كاس الرابطه، لكن المعظم دي تاني بطوله بالنسبه له، فاصبح في خبرات. حتى احنا في اول بطوله خدنا المركز الثالث، فده بيدي ادفانتج بالنسبه للفرقه، بيدي عنصر يعني ثقه وعنصر نفسي جيد جدا بالنسبه للاعبين، كل ده بغض النظر عن الظروف طبعا اللي احنا اتكلمنا فيها. فالثقه موجوده، ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مدركين كويس جدا جدا ان ايا كانت الامور ايه والعقبات اللي بتواجهها ايه، انت مطالب دايما بالفوز، واكيد اكيد الاكتر اللي انت مطالب بيه هو ان انت تأدي اداء قوي جدا في الملعب وتلعب بروح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مختلف المباريات دي. يعني النهارده هيكون في مران بالنسبه للنادي الاهلي الساعه 8 بالليل، قبليه هيكون في طبعا ميعاد الغداء الساعه 2 الظهر، كل دي توقيتات ابو ظبي، واكيد هيكون في محاضره في الغالب، طبعا المحاضره دي هتكون قبل المران، بس في الغالب مستر بيتسو موسيماني مش هيحضر المحاضره دي، وهيكون موجود اكيد كابتن سامي قمصان، هو اللي اتكلم مع اللعيبه، هو اللي اتكلم في بعض الامور والنقاط، الا اذا نتيجه المسحه اتحولت لسلبيه، وده اللي بنتمناه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني المعزول حاليا في غرفته في مقر اقامه النادي الاهلي. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. يعني امير طبعا بنشكرك جدا، ترجعوا لنا بالسلامه منتصرين باذن الله. ويمكن انا كنت بس النقطه اللي انت اتكلمت فيها وانعكاس سلبيه مسحه يعني بيتسو موسيماني على الفريق، هل هي مؤثره ولا لا؟ انت طمنتنا برضو فالحمد لله، واحنا كنا كده كده متوقعين مهما كانت الظروف زي ما انت قلت لن تؤثر على ابدا الروح في الاهلي. شكرا ليك جدا يا امير، ومره ثانيه ترجعوا لنا ان شاء الله بالسلام. كويس يا كابتن فتحي ان احنا برضو طمنا على الروح المعنويه للفريق، لان كانت نقطه مهمه جدا انعكاس يعني ايجابيه مسحه موسيماني على الفريق. طبعا وبعدين زي ما قال كريم ان كابتن سامي قمصان هو اللي هيتولى الاداره زي ما قلنا، نفس الفكره، وقلنا برضو هيفضل موسيماني لوحده، لكن ان شاء الله الاهلي بمن حضر طبعاً. وروح الفانيلا الحمراء هي هتكون موجوده في اول مباراه ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. ان شاء الله احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، دايما بتسعدنا بوجودك، وان شاء الله نلتقي على خير، نورتنا وشرفتنا. وبنستاذن حضراتكم بقى، هنطلع فاصل سريع
بس خليكم معانا لان الفقره الجايه ان شاء الله واللي ان شاء الله هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود اعتقد هتكون فقره مهمه جدا وهيتقال فيها كلام يهم كتير جدا من حضراتكم، كلام عن الفيتامينز ودورها في تعزيز الطاقه وكمان التركيز عند الانسان. فاصل كلنا يا كريم محتاجين موضوع التركيز. لا بجد يعني كلنا بنعاني من مشكله والذاكرة. التركيز والذاكره. انا على فكره انا بنسى بشكل فعلى كل حال زي ما كريم بيقول لحضراتكم يعني انا هروح فاصل وكريم هيرجع مع دكتور دينا علشان يعني تتابعوا هذه الفقره اللي في غايه اهميه، يعني بجد اللي عايز بقى يستفيد يكتب حتى الادويه او الاستشارات اللي هي هتتكلم بخصوصها. وانا بالنسبه لي كده خلاص الاسبوع انتهى، اشوفكم ان شاء الله انا وكريم الاسبوع الجاي وبدايه اسبوع جديد وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.